Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Hari ini kita akan belajar membaca surah At-Tolak Dari ayat 6 sampai ayat 12 Isimak sampai selesai A'udhu <tik> billahi <tik> بسم الله الرحمن الرحيم اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله، عذابا شديدا فاتقوا الله، يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولًا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج رجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن صالح يدخله جنات، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا [الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن شبكه اقول اجي [الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان إن الله على كل شيء قدير لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم Alhamdulillah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditulis di kolom komentar apabila ada koreksi. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.